العنصريين لا لا فوضاويين لا لا العنصري الاتفاق العنصري الاتفاق حضورنا اليوم كيجسد واحد الوقفة على الغبن والظلم اللي تعرضنا ليه في مخرجات النظام الأساسي الحالي واللي قصى أساتذة الثانوي التأهيلي من أي حوار ومن أي استجابة لمطالبهم. كانت مطالبنا معروفة وضعناها منذ تأسيس التنسيقية وصرحنا فيها مجموعة ديال المواقف سواء الوقفات اللي جسدنا قدام الوزارة أو الوقفات اللي درنا في الثانويات واللي كنعبروا عليها بصراحة منها إحداث الدرجة الجديدة من إعادة الاعتبار للأستاذ الثانوي التأهيلي عن طريق سن تعويضات أو الإقام بتعويضات يعني حول عملية التصحيح والمراقبة ومجموعة من المهام التي يكلف بها أستاذ الثانوي وللأسف اللي خرج النظام الأساسي الجديد كيضرب فيها تماما وكيزيدنا بالأحرى مهام جديدة دون أي تعويضات في حين كيعطي تعويضات أخرى للهيئات ب يعني تعويضات مجزية ويقصي جميع الأساتذة وهذا في حد ذاته نوع من الحيف ونوع من الظلم. ما الحكومة ما التزمتش بالتزاماتها بتفعيل اتفاق سابق ديال اتفاق سابق بإحداث الدرجة الجديدة ولهذا الحين احنا في هذه الوقفة باش ندافعوا على هذه المطالب إن شاء الله لحين تحقيقها. ومن الاتفاق منفية ومن الاتفاق منفية يا سيدة سهلي وشكون احنا والناظمين. نحن الآن في تجسيد البرنامج الوطني الذي دعا إليه المجلس الوطني ويتجسد اليوم في إضراب وطني ومرفوق بوقفات إقليمية متزامنة وموحدة في الزمن وفي أماكن مختلفة عبر ربوع البلاد. وكما كتعرفوا بأن النظام الأساسي أو مشروع مرسوم المصادقة عليه كنظام أساسي لوزارة التربية الوطنية حرم أساتذة الثانوي التأهيلي من أي معطى جديد في إطار مطالبهم والتي هي متجسدة في مجموعة في ملف مطلبي من بين أبرز بنوده هي الزيادة العامة في الأجور وكذلك إحداث درجة جديدة والتعويض عن الحراسة ومراجعة تعويضات تصحيح امتحانات البكالوريا وكل ما يتعلق بالامتحانات. ما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال. دمتم للنضال أوفياء. فوضاويين لا